فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. مع هذا كثير من شباب أئمة المساجد هجروه، لا لشيء إلا لأنهم يرون الناس يقرؤون به وهم يريدون أن يخالفوا ما عليه الناس حتى يظهروا للناس أن عندهم علما وأنهم حفظة وأنهم هكذا نظن بهم، وإن كان الأليق أن يظن بهم الخير، لكن ونحن إن شاء الله نظن بهم الخير، لكن ليسوا أحسن من معاذ، وليسوا أحرص على الخير من معاذ، وليسوا أكثر علما من معاذ، وليسوا أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من معاذ، ومع هذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرأ من متوسطات المفصل. فالذي ينبغي لهؤلاء الأئمة هداهم الله أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يرجعوا إلى الصواب. وشيء آخر وهو المبالغة في رفع الصوت في مكبرات الصوت والصدى مما يشوش على المأمومين ويشوش على المساجد الأخرى، وحتى المأمومون الذين خلف هذا الإمام لا يدرون ماذا يقرأ به من تراجع الصوت في المسجد ومن شدة الصوت التي تشق على الأسماع حتى يتأذى السامع، لأن سمعه لا يتحمل هذا الصوت الجهوري الذي ليس هو من صوته، وإنما هو من صوت المكبرات، من صوت الأجهزة. فعليهم أن يتقوا الله وأن يعتدلوا وأن يحرصوا على القراءة التي تبعث على الخشوع واطمئنان المصلين مع عدم المشقة عليهم ومراعاة أحوالهم. أما أنه يتبع ما يراه هو ولا ينظر إلى المأمومين ويضرب بأحوال المأمومين عرض الحائط ولا يلتفت إليهم، فهذا مخالف للهدي النبوي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة.